والوقت ما يكفيش وصعب وأسئلة لفة وصعبة وعايزة اكتبها كتير. مستوى الطالب ايه؟ لا مش مستوى الطالب يعني طبعا الشاطر خالص يعني مش مستوى. طب انت عامة بتذاكر؟ انا الحمد لله انا يعني اساسا ما نمتش من امبارح بسبب الامتحان ده عشان اذاكر كل حاجه. في الاخر جاي امتحان صعب احنا قلنا هيبقى كويس ده كله بسبب ثالثه ثانوي. السنه اللي فاتت كانوا جايبين لها الامتحانات سهله جدا, جاي السنه دي الامتحانات كلها صعبه. اوكي طب بالنسبه للاسئله الصعبه يا عم كده صعبه فين؟ السؤال الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ لا هو كل سؤال فيه حاجه صعبه يعني كل سؤال فيه اجزاء صعبه, مفيش سؤال سهل خالص ولا في سؤال صعب خالص, بس كل سؤال فيه اجزاء صعبه. تجيلوا يا بنات تجيلوا يا بنات فيعني ربنا يستر يعني. خلاص.